طيب، يمكن احنا برضو زي ما حضراتكم عارفين دايما مهتمين بالصحة ومهتمين بالمناعة مع دخول كمان وبداية فصل الخريف والتقلبات الجوية المفاجئة، التفاوت الملحوظ في درجات الحرارة، استعدادا طبعا لاستقبال فصل الشتاء. في أمراض بتنتشر، إصابة بعض الأشخاص ببعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية كبيرة جدا، خاصة بنتكلم عن الأطفال والحوامل وكبار السن، ده نظرا لضعف الجهاز المناعي الخاص بيهم. معانا دكتور عصام المغازي، استشاري الصدر. صباح الخير. صباح النور. يعني أمراض الجهاز التنفسي مع اقتراب يعني الشتاء خلاص، إيه اللي ناخد بالنا منه لتفادي هذه الأمراض؟ يعني إكمالا للفقرة المهمة اللي فاتت وتواصلا معها، يبقى التغذية السليمة. التغذية السليمة مهمة جدا لرفع مناعة الجسم. التغذية المتوازنة اللي فيها الخضار والفاكهة وكل المكونات الغذائية البعيدة عن الفاست فود، الأغذية السريعة، الوجبات السريعة. الوجبات السريعة، البعيدة عن برضو الحلويات الكثيرة زي ما قالت الدكتورة الفاضلة. فإحنا أهم حاجة نهتم بيها التغذية المتوازنة، وخصوصا طبعا لأطفالنا والتلاميذ وجبة الإفطار مهمة جدا ولازم نلتزم بيها. فدي إحنا قلنا كده أول حاجة لرفع المناعة هي التغذية السليمة، وجبة الفطار مهمة جدا قبل ما ينزل من البيت. النظافة الشخصية برضو زي ما قالت الزميلة الفاضلة، قص الضوافر والحاجات دي اللي هي ممكن تشيل الميكروبات، غسيل الأيدي باستمرار بالطريقة الصحيحة زي 20 ثانية زي ما بيقولوا، لو مش متوافر يبقى بالكحول. فغسيل الأيدي باستمرار عند ملامسة الأسطح. نيجي بقى لمريض الصدر بالذات، فمريض الصدر طبعا بتبقى فترة حرجة مع تغيير الفصول. بننبه عليه لو هو بياخد علاج وقائي ياخده بانتظام، لأن يعني مريض حساسية الصدر يبقى فيه علاج وقائي بياخده على طول. ونحب ننوه برضو في الإطار ده إن البخاخات أحسن حاجة في علاج الصدر، إن في ناس طبعا بتقول لبعض يعني إن البخاخات فيها إدمان أو تتعود عليها، لا دي أحسن طريقة إن إحنا ندي فيها أدوية، إن هي أصلا ما بتوصلش يعني للدم إلا نسبة بسيطة جدا، يعني بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي بتدخل وبتطلع، وحتى لو هيبقى فيها مشتقات الكورتيزون برضو ما تخوفش لو بتتاخد عن طريق البخاخات. فبنقول لمريض الصدر في تغيير الفصول التزم بالعلاج الوقائي الدكتور كاتبه لك. لو الجو عاصف وبرد قوي وكده، لو ما فيش عندك حاجة مهمة يبقى برضو ما تنزلش، يبقى أحسن وتلتزم في البيت لو كنت تقدر على كده. لو ما كنتش تقدر يبقى برضو هتاخد العلاج الوقائي قبل ما تنزل. طيب دكتور، نظرا لاختلاف وتقلبات الجو، الصبح مثلا بيبقى فيه برد، بعد كده على الظهر كده الشمس بتطلع، بالليل برد شويه، في تقلبات جويه في الوقت الحالي، ففي بعض الاحيان بنشتي بنلبس تقيل والبعض الاخر يعني بنخفف الملابس. فانا عارفه ان ده مضر، بس لاي مدى مضر ونعمل ايه؟ طيب نراعي اللي يبقى اللبس مناسب لظروف الجو. لو انت مثلا هتنزل العصر والجو معقول بس هتقعد وقت متاخر بالليل، باخد معاك برضه جاكيت او بلوفر بحيث تلبسه لما الجو يبرد. لما تبقى برضه لابس تقيل وحران ما تقلعش مره واحده،
لان طبعا دوت هيخليك عرضه لنزلات البرد. طيب اخيرا ايه اللي لازم نكون حريصين عليه من فيتامينات علشان نحمي نفسنا؟ اهم حاجه دكتور حضرتك قلت فيتامين سي. طيب انا مش سامعاه دكتور كويس، ولكن انا بشكره على اي حال. من اهم الفيتامينات اللي انا سمعتها من الدكتور فيتامين سي، وفيتامين سي زي ما قالت دكتور نهله المداخله السابقه موجود في البرتقال، في الكيوي، وفي عدد من الفواكه والخضروات. وبشكل عام من المهم جدا كل يوم بنقول لحضراتكم الفاكهه والخضار عشان خاطري بليز. يعني لازم نهتم بالحاجات دي عشان خاطر اولادنا اللي بيروحوا المدارس، تقلبات الجو، فيروس كورونا، المناعه مهمه جدا، مهمه للاطفال، مهمه لكبار السن وحتى الشباب. الشباب اللي ممكن حتى ما يبانش عليهم اعراض فيروس كورونا بشكل كبير، ولكن هم بيكونوا زي كده قنابل موقوته ممكن يعرضوا اصحاب المناعه الضعيفه لفيروس كورونا. فلازم كلنا نهتم بالمناعه، نخلي بالنا من نفسنا، نخلي بالنا من صحتنا، وما ننساش ابدا الكمامه اللي هي كفيله ان هي تحمينا من فيروس كورونا.